السلام عليكم طلابي الأعزاء، استكمالا للمحاضرة السابقة نجي للموضوع الجديد اللي هو four quadrant streaking. هلا قبل ما أبدأ في هذا الموضوع خليني بس تذكير للي أخذنا أول موضوع اللي هو اللاب سيفتي. الموضوع الثاني كان اللي هو الميديا، كيف نحضرها وأنواع الميديا المختلفة. هلأ هذه الميديا اللي حضرناها بدنا إيش نعمل عليها؟ نعمل إيش؟ إنوكيوليشن. كيف يعني إنوكيوليشن؟ إني introduce to this culture medium a بكتيريا. البكتيريا هذه بغض النظر منين بدها تيجي، مصدرها من مريض، من بدنا نشوف ونعمل characterization لها. characterization نشوف خصائصها، لأنه هدفنا الأساسي في هذا المختبر اللي هو identification of bacteria. هلا من طرق الانيكيوليشن بدنا نتعلم عليها هاي الكلمة، كيف اني احمل البكتيريا بعدة طرق. هاي البكتيريا اما على اللوب او على القطن سواب اللي اخذناه او على النيدل انيكيوليتنج نيدل، واحطها على وين؟ على هذه الميديوم اللي حضرتها هون، يعني هذا اللي هو البتري ديش. كيف اقدمها لهون؟ الآن طريقة تقديمها مشان إيش؟ الهدف الأساسي اللي هو identification. identification إني أحدد هوية هالبكتيريا. لكن هذه البكتيريا اللي بأخذها أنا من المريض، مثلا أخذت من مريض على القطن سواب هيك، هاي بكتيريا. هل هذه البكتيريا نوع one type or more than one type؟ هلا في الطبيعة in nature most bacteria are mixed، يعني ما بتشوف there is no pure bacteria. pure بكتيريا بتكون لحالها عايشة، لازم تكون هذه البكتيريا ميكست، يعني more than one type. هلا كيف بدنا نعرف انه هذه more one type or حط question mark هون او more than one type؟ الان كيف، شو المقصود في الميكست؟ يعني انا لما ازرعها على صحن بتري واعمل incubation يطلع معي will separated colonies. شوف شو هون بدي اكتب will separated colonies، وانا عرفت لكم شو يعني colony اللي هي group of او population of bacterial cells came from one bacterial cell. هذه will separated يعني مفصولة تماما عن بعض. هلا اذا كانت هذه ال colonies كل واحدة تختلف عن الثانية، مثلا هذه لونها أحمر، هذه لونها أخضر، هذه لونها مثلا أصفر، ففي عندك more than one type of colonies. This means إنه هذا الكلتشر، هذه المستعمرة أو المزرعة اللي هي mixed، يعني هذا اللي أخذناه من المريض معناته في عنده أكثر من نوع من البكتيريا في حلقه، في نوزه، في المكان اللي في العدوى. لكن لو أخذنا عملنا من هذا وعملنا زراعة وطلع عندي بس لون واحد colonies just one type the same color the same size، this means إنه هون pure. pure اللي هي one type. هلا كيف نحصل بالأخير إحنا أول إشي how
أساسي how to get well separated colonies، يعني هذا هدف أول الـ aims. الهدف الثاني how to get pure culture from mixed culture. culture زي ما اتفقنا اللي هي عبارة عن مزرعات بكتيريا. pure culture اللي هي مزرعة بكتيريا نقية، من mixed culture من مزرعات بكتيريا مختلطة فيها أكثر منه. الآن الطرق هذه وفي الطبيعة زي ما حكينا إنه most of bacterial communities، مجتمعات البكتيريا بتكون mixed، يعني أنت لو أخذت من الكولون وزرعت الكولون، هذه مسحة من الكولون وزرعتها هون بتطلع عندك mixed، لو أخذت من السكن وزرعت بيطلع mixed، لو أخذت من النوز من جلدة الرأس من أي مكان في الغالب راح يطلع معك ميكست. هلا لما يطلع معك ميكست كيف تحصل على البيور؟ لا، حتى نحصل على بيور او على ويل سيبريتد بدنا طرق عدة. من ضمن هاي الطرق، لاحظ كيف هون، اذا الاجابه على هذا السؤالين الاجابه راح تكون واحد اللي هي using dilution method. هذه dilution ميثود مش رايحين نشتغلها عملي، بس مطلوب منها نظري، راح احكيها هون. لاحظوا هون هيها موجودة، لاحظها مثلا هذه العينة تبعتي اللي أخذتها من البول من السكن، شو اللي بعمله؟ بناخذ 1 مل من هون في المايكرو بايبت، يوزنج مايكرو بايبت، تذكروها المايكرو بايبت، تيك 1 مل بعيرها وبحطها على هون. في عندي إشي اسمه نيوترينت بروث ليكويد وستيرل، هذا كله ستيرل 9 مل ستيرل، نكتب عليها ستيرل معقم، يعني ما فيش فيه بكتيريا، بدي احط فيه بكتيريا من هون. هلا ديليوشن ميثود اللي هي بدي اخفف اعداد البكتيريا، فباخذ 1 مل، لما احطه هون بصير في تخفيف 1 لـ10، فهون بصير عدد البكتيريا اقل من هون مقارنه مع العينه الاصليه. برد باخذ اخرى 1 مل من هون وبحط على 9 مل بروث، كمان بصير اخف واخف شوي، كمان 1 مل حتى اوصل للتخفيف هذا اللي هو 1 لـ100 ألف، ممكن أوصل لمليون. هلا من هون بعدها لما يصير في عدد البكتيريا هون أخف، بأخذ من هون وبزرع على نيوتريانت أجار. نيوتريانت أجار، تذكروا هذه الميديا اسمها نيوتريانت أجار، بأخذ مثلا 0.1 مل كمان في المايكروبايبت وبزرعهم هون، وبأخذ من اللي قبلها وبزرعهم. بعدها بعمل إيش؟ انكيوبيشن، الانكوبيتر طبعا على درجة حرارة 37 اوفر نايت، يعني اوفر نايت اوفر نايت لمدة تقريبا 12 ساعة 13 14 15 مش مشكلة. ثاني يوم شو باجي بطلع في ويل سيبريتد كولونيز، هون في ويل سيبريتد، هون اكثر يعني مفصولة تماما، هون اخف، هون الانفصال لانه كثافة اكثر، عدد الخلايا اكثر، هون عدد الخلايا اكثر، فصعب انك تشوف ويل سيبريتد. فدائما وين بتشوف الويل سيبريتد؟ في اخر 2 أو 3 بليتس. فبتحدد اذا كانوا كلهم نفس اللون ونفس الحجم معناته بده تكون بيور، اذا كانوا كلهم يعني مختلفي الوانها حجمها معناته بده شو بده تكون ميكست. فرضا انه هذا ميكست، طلع عندي ويل سيبريتد كولونيز، هذا لونها ازرق، هذه لونها مثلا زي ما هي هون أصفر،
هذه لونها أزرق، حطينا أزرق، لونها أحمر. فإيش بعمل أنا؟ باخذ في النيدل بدي أحصل على بيور كلتشر. إذا هذه طلعت معي ميكست. حتى أحصل على بيور باخذ من هذه في النيدل، انيكيليتنج نيدل، وبروح على صحن نيوترينت أجار جديد، نيوترينت أجار، وباخذ بزرع. هلا هاي شو بتطلع عندي؟ هو كلها تطلع عندي بيور، وباخذ من هذه الزرقاء وبحطها على بليت ثاني آخر من هون في النيدل وبزرع، تطلع عندي كمان بيور. That's it. إذن هذه طريقة الحصول على will separated colonies. فإذا طلعت mixed من هذه كل كولوني بعمل pure culture. بس هذه الطريقة زي ما حكينا مش راح نشتغلها عملي، هذه مطلوبة نظري فقط. الطريقة الثانية اللي هي العنوان اللي حكينا. هلأ شوفوا كيف نرجع للعنوان. العنوان شو بقول؟ فور كوادرنت، فور كوادرنت اللي هو شكل رباعي، هذا الشكل. ستريكينج يعني نعمل طرق، تعمل هاي الطرق بشكل رباعي. ستريكينج طريق معناها، عمل طريق. اند بعدها شو بعمل؟ انيشال جروث كاركترستكس. لما احصل على ويل سيبريتد كولونيز أو pure culture، ببدأ أدرس خصائص هذه الكولونيز حتى أتعرف على، يعني بتعمل هون إيش؟ identification، identification، تحديد هوية البكتيريا مشان أعرف أتعامل معها، كيف أوفر لها مثلا، كيف أقتلها بأنتيبيوتيك معين. إذا الفور كوادرنت ستريكينج شو الهدف منها؟ to get well separated colonies زي طريقة الديليوشن ميثود، بس هذه الطريقة كالتالي. لاحظ كيف أنا مثلا هون نرجع ل هذه الطريقة بتاعت الديليوشن كمان مرة، وأعمل مقارنة مع الطريقة اللي بنعملها. هلا هون العينة تبعتي هذه باخذ منها باللوب مثلا هيك، هاي اللوب بحمل بكتيريا، بروح على صحن مباشرة على صحن اللي هو نيوتريانت هون احنا عملنا ديليوشن اذا بتتذكروا، هذه ديليوشن هيك. لا أنا بروح على وين؟ على الصحن مباشرة، باخذ من هون في اللوب وبروح على الصحن مباشرة وبعمل هاي الطريق هيك. هلا وأنا أمشي شو بعمل هيك؟ بخفف كمية البكتيريا، لأنه أنا ماشي هيك هيك وبرد برجع بالطاس مش على نفس الطريق، وبرد بعملها بطريقة لولبية. وأوقف هون، هاي آخر الطريق. هذه بنعتبرها طريق واحد واحد. الآن لهون اللوب هذا شو بعمل فيه؟ بكبه وبجيب نيو ون، برد بجيب نيو لوب، نيو لوب، بس ما بغطسه هون، هذا بيور، بس بمسك آخر الطريق. هذا ثرو اواي، ثرو اواي، ابعده يعني، خلاص ماشية. الآن الجديد اللي بيكون ستيرل طبعا كمان، هذا ستيرل، بمشيه على نهاية الطريق من هون، بعمل هيك وبرجع. وقديش بمشي بطول الطريق أنا، قديش بخفف أعداد البكتيريا. وهون صار عندي طريق اثنين، برد بجيب كمان نيو ون، بمسك آخر الطريق نيو لوب، بمسك الطريق هيك وبلف وبلف. هاي قديش صار في عندي؟ 3 طرق. وبكب اللوب، برد بمسك لوب جديد وبمسك آخر الطريق، بعمل هيك 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 بعدين هيك.
لاحظ الشكل هذا شو صار؟ تقريبا شكل رباعي. من هون اجت فور كوادرنت ستريكينج. الان وين الويل سيبريتد كولونيز بدها تكون؟ في اخف منطقه. وين التخفيف صار؟ يعني هذه انت عملت هون كانها تشابه هذه. هون بصير في عدد الكولونيز يكون كثير. صعب اني اشوف ويل سيبريتد كولونيز. هون تقريبا اخف شوي بس صعب كمان اشوف ويل سيبريتد كولونيز. هون اخف. وين اخف اشي؟ هون ممكن اشوف ويل سيبريتد كولونيز. اذا هون هاي تشابه اخر اشي. فهذا اللي بدي اياه يعني. اذا طلعوا هذول الكولونيز كلهم نفس اللون شو بدهم يكونوا؟ بيور كلتشر. اذا طلعوا الوان مختلفه واحجام مختلفه شو بدها تكون؟ ميكسد كلتشر. ذاتس ات. اذا هذه الطريقه الثانيه اللي هي ايش بنسميها؟ فور كوادرنت ستريكينج. فاذا زي ما حكيت اذا طلعت ميكسد كل وحده مثلا هذه طلعت سوداء فور اكزامبل، باخذ في النيدل منها وعلى صحن جديد نيوترينت اجر وبزرعها هون، فشو بتطلع عندي؟ كلها نوع واحد. هلا اذا كانت هذه مثلا خلينا نقول هون خضراء، هذه خضراء بالنيدل باخذ وبزرع على هون بتطلع عندي هون بيور، وهذه كمان بيور حسب قديش بيطلع عندك لون. بعدها بتبدا دراسه الكاركترستكس اوف ايتش تايب او اللي هو الايدنتيفيكيشن ميثودز. بعتقد انها سهله وهذه اللي راح نطبقها عملي، نعملها عملي طبعا ونظري هيني انا شرحت لكم اياها، فبتيجوا جاهزين ان شاء الله الاسبوع الجاي. طيب الان نبدا كيف ندرس. قبل ما ندرس خليني افرجكم الطريقه اللي عملها اللي هي هذه. هي هون هي الطريقه الاولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، وهيك بهذا الشكل. فبيطلع عندك طريق. في ناس بيعملوا بنتا، بنتا خماسي، طريق خماسيه، وفي ناس هيكسا. كل ما طالت الطريق كل ما كان افضل. فلاحظوا هون هذا ميكست، مبين الوان واحجام ميكست كلتشر. لان نبدا ندرس هالجزء الثاني اللي هو initial characteristics of bacterial culture اللي هي مزرعة البكتيريا اللي طلعت عندنا بغض النظر هي ميكست ولا بيور. نشوف أول شيء، لاحظ هون أول شغلة اللي بدنا ندرسها اللي هي الكولونيز characteristics of bacterial colony. اللون for example، color، size، elevation ارتفاعها، الايدجز الحواف تبعتها، كل هذا. المورفولوجي اوف ايزوليتد بكتيريا اللي هي ويل سيبريتد كولونيز المقصود فيها الويل سيبريتد كولونيز. هلا راح نشوف طبعا هذا كله مش للحفظ بس بدنا نحفظ هذه النقطه الاساسيه ان شو الايدنتيفيكيشن. ابدا في مين؟ في الكولوني مورفولوجي. بعد ما اخلص من الكولوني مورفولوجي وممكن اللون الشغله راح احكيها بعد شوي، بنشوف كمان الانيشال جروث كيف تنمو هذه الكاركترستكس اون اوف ذا ايزوليتد بكتيريا واللي هي الويل سيبريتد كولونيز بيست اون ذا يوز اوف ذا كلتشر ميديوم. زي مثلا كيف تنمو على الماكوكي، كيف تنمو على المانيتول سولت اجر، على الاي ام بي، على اس اس اللي هي كله حكيت لكم اياه المحاضره السابقه ومن رايحين نعيده بعد شوي ان شاء الله. اذا هذه بعد ما درست الكولونيز بدي اشوف هذه الكولونيز كيف تعاملت مع الميديا. هل هي لاكتوز فيرمنتر، وهل هي جرام بوزيتيف، هل هي جرام نيجاتيف، حسب الميديا اللي بشتغل عليها. هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه، لان في طبعا مش الكل هذه بيقدر عليها، اللي عندهم خبره اكثر، other growth characteristics اللي هي الأودر. الأودر اللي هي الرائحه. في بعض انواع البكتيريا لها رائحه مميزه ممكن تعرفها من ريحتها، ان هذه مثلا ايكولاي ولا هذه بروتياس ولا هذه بسيدوموناس. بدك تشم الكلتشر ومن خلالها ممكن تعرف نوع البكتيريا. فخلينا نبدا اول شيء في هذه
اول واحده اللي هي الكاركترستكس اوف كولوني، اللي هي صارت عندنا ويل سيبريتد كولونيز. طبعا هذا ما حدش بيقدر يحفظه، مش للحفظ. لاحظوا هون، من هون اول إشي نطلع على الشيب، بنسجل انها سيركلر مثلا، الحواف انها مثلا كومبليت، الاليفيشن هذا الاليفيشن، او ممكن تكون بولبينيت زي الكبه، او امبونيت زي هيك النبل بلايك. السايز هل هي دوت ولا سمول ولا مودريت ولا لارج. تكستشر هل هي سطحها ناعم ولا خشن. الابيرنس هل هي لميعه ولا مش لميعه، فيها بيجمنتس ولا لا. يعني هذه طبعا زي ما حكيت كمان مره هي مش للحفظ. لاحظوا هاي صور حقيقيه هون، لاحظ هذا الميكس، شوفوا الوان مختلفه، ممكن يكون الكولر هيك شكلها شيب، ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك اميبويد او ميوكويد، سموث ها رف خشنه. لاحظ هون ميوكويد كيف ممكن تعمل تاتش معها تمغط، فممكن تعرف ان هذه مثلا اذا مغطت ممكن تكون البكتيريا كابسوليتد، وراح ناخذها بعدين ان شاء الله. فممكن تعمل جدول انت بهذا الشكل. بكرر كمان مره هذا مش للحفظ. نشوف كولوني شيب، تكتب انها irregular form، كولوني مارجن حوافها undulate، optical property opaque معتمه، كولوني elevation bulbinate، كولوني color اذا فيها بيجمنتس ولا لا yellow colors، كولوني surface rough. بس هذه كل كولوني بتعملها هذه المواصفات. لا نيجي للبيجمنتيشن، يعني في بعض انت بتزرع البكتيريا فور اكزامبل، خلينا نقول هيك اللي اخذتها من المريض زرعتها على نيوتريانت اجر، نيوتريانت اجر لون النيوتريانت اجر هون اصلا كلرلس، وفيش في اي بي اتش انديكيتر، فانا لما ازرع البكتيريا هذه بيطلع عندي الوان. طب منين اجت الالوان؟ الالوان اجت هذه من نوع معين مثلا من البكتيريا، مثلا البسيدوموناس بتطلع بيجمنتس، بتطلع بلو جرين زي هيك كولونيز، فكلها اجت من نفس البكتيريا. هذه اسمها بايوسيانين، بدنا نحفظهم هذول ضروري. هلا ممكن كمان البسيدوموناس اريجينوزا بتطلع يلو تو جرين زي هذه، يلو تو جرين هذه بنسميها بايو فيريدين، نعرف انها بسيدوموناس اريجينوزا. كمان ممكن تطلع ريد تو براون زي هيك، اللي هي بنسميها بايو روبين. فاذا بتطلع هذه عندنا على الكلتشر ميديوم نعرف انها بسيدو موناس اريجينيز. ممكن من المريض نفسه خاصه الممرضين او الاطباء رايحين يشوفوا هيك شغلات، انه على الجلد بصير في الوان، منين اجت هذه الالوان؟ من الانفكشن اوف ذات بكتيريا، ممكن يعرف اسم البكتيريا من خلال الالوان اللي بتطلعها على جلده او من اظافره، نعرف انها بسيدو موناس. هلا في بعض انواع البكتيريا بتطلع الوان ثانيه، مثلا خلينا نشوف هون يعني اذا احنا زرعناها على هذه الميديا هون بتطلع لي ريد بيجمنتس. هذه لمين؟ لبكتيريا اسمها سيراشيا ميريسن. اوكي، فبتعرف انها للي عنده خبره انها هذه سيراشيا. هلا اذا طلعت عند بلاك هذه للجنجيفالس. اوكي، فهذه البيجمنتس اللي بدنا نوصل له انه هذه نفس البكتيريا بتطلع سيرتين تايبس اوف بيجمنتس، بتطلعهاش نوع بكتيريا اخرى. فممكن انت تعرف انه هذه البكتيريا من لون البيجمنتس اللي بتطلع. هذه هون زرعناها على بلاد اجر. ممكن ان نزرعها على وين؟ البكتيريا على different types ونشوف of media، ونشوف ال characteristics of these bacteria on مثلا ماكونكي، on blood agar، on mannitol salt. مثلا إذا بتتذكروا حكيتها في المحاضرة اللي سبقت، إنه إذا زرعت البكتيريا على ال blood agar، ال blood agar بستخدمه هون لل differential of hemolytic bacteria. زي ما حكيت كمان بعيدها كمان مرة، لو جبت أنا
صحن بكتيريا وفي بلاد أجر. خليني أعمله هيك، بلاد أجر بين أحمر، دلالة على إنه إيش في آر بي سيز. أنا بضيفه هذا إن شاء الله الأسبوع الجاي، بدنا نحضره، نشوف كيف بدنا نحضر البلاد أجر. إذن هون هذا بلاد أجر. هلا كريات الدم الحمراء الداخل هون إذا بنطلع عليها تحت المجهر بتكون كريات الدم الحمراء هيك مقعرة من الجهتين. هلا إذا زرعت البكتيريا أنا اللي أنه أجتني المريض، ازرعها هون مثلا بالأسود هيك، بنعمل جبت هاي البكتيريا وزرعتها هون. ثاني يوم شو طلع معي؟ طلع معي إنه في كولوني. هلا اللون الأحمر اللي حواليها، لاحظ هون هاي في يصير أحمر هون هيك، هذا الأحمر موجود ضل، بس حوالي الكولوني مباشرة صار في كلير زون. مثلا هاي الكولوني صار فيها منطقة بنسميها لايسز أو كلير زون. فشو عملت هاي البكتيريا؟ طلعت مادة حللت كريات الدم الحمراء وصارت هذه كلير زي ما انتم شايفين هون. هلا طوالي اذا بشوف كلير زون حوالي الكولوني بقول هذه معناته ايش؟ بيتا هيموليتيك بكتيريا، عملت بيتا هيموليسيس. هلا اذا كان هذه النوع نفس نوع اخر مثلا بكتيريا ثانية عملت هيموليسيس، هاي البكتيريا خلينا نعملها بلون آخر هون بدرة، واللي حواليها هذه الكلير زون على خضار شوية الكلير زون، معناته إيش؟ هذه تكون ألفا. إذا الكولوني كولوني زي نعملها بالأزرق ما عملت هيموليسيس حواليها، ظلت حواليها بهذا الشكل أحمر. بدون هيموليسيس يعني ما أتلفت كريات الدم الحمراء، إيش بنسميها؟ جاما أو نون هيموليتيك بكتيريا. زي هون لاحظوا هذه هيها الكولوني في حواليها كلير زون، هون في حواليها كلير زون، بس هذه الكلير زون صافية إذا هي بيتا. إذا كانت الكلير زون على خضار أو عزراق شوية سميها ألفا، إذا كان ما فيش هيموليسز بنسميها جاما أو نو هيموليسز. فهذه كيف تعاملت الميديا مع هذا النوع من البكتيريا، هي characterization initial growth characteristics of an isolated bacteria depends on the use culture medium. فهذه الكالتشر ميديوم اللي هي بلاد اجار. خلينا نشوف كمان نوع بكتيريا ثانية كيف تتعامل مع البلاد اجار. لاحظ هاي نفس النتائج بس باشكال ثانية. هون بس تطلع تقول هذه الفا، عفوا بيتا، هذه الفا، هذه جاما، لانه فيش هيموليسيس. هون في هيموليسيس بس على خضار، هذا الفا، في هيموليسيس بس صاف. وهون في انواع بكتيريا بتحاولوا انك تقرؤون وتحفظوه. خلينا نزرع بكتيريا اخرى على البلاد اجر، تعمل سوارمينج. شو يعني سوارمينج؟ يعني هذه مثلا عندي صحن بلاد اجر، بلاد اجر هيك، وبجيب البكتيريا تبعتي بدي اشوف البكتيريا هذه بتتحرك ولا لا، موتايل اور نون موتايل. فبجيب انا في اللوب البكتيريا اللي حصلتها من المريض، وين بحطها؟ في النص هون. هلا شو بصير؟ بعمل انكوبيشن، انكوبيشن اوفر نايت، اوفر نايت يعني زي ما حكينا 12 ساعة واكثر شوي. لأن لما حطيتها هون أنا
ثاني يوم شوف راح اشوف زي امواج هيك وهيك وهيك، دلاله على انها ايش؟ هون بعرف انها موتايل، انه هاي مثلا بروتيس، البروتيس معروفه انها موتايل. طبعا هاي الصوره هون للبكتيريا نفسها مكبره كثير، بتبين الفلاجيلا تبعتها اللي بتساعدها على الحركه. فشفتوا كيف هذه طريقه الكاركترستكس اوف these bacteria on in certain type of culture medium. خلينا نشوف كمان إشي تاني مع ميديا أخرى، وهذا أنا حكيت لكم عنه بس خليه للمراجعة منيح. على المكونكي، المكونكي هي عبارة عن إذا بتتذكروا كمان هي selective and differential. سلكتيف لمين؟ للجرام نيجاتيف، يعني بتنمو عليها بس الجرام نيجاتيف. ديفرنشال بتفرق بين جرام نيجاتيف وجرام نيجاتيف. يعني لو اخذنا صحن ماكونكي وقسمناه من النص هيك، وجبت عينه A وعينه B، زرعتنهم انكيليشن، عملت انكيليشن انكيوبيت اوفر نايت، ثاني يوم جيت انا لقيت في هون كولونيز، في جروث، وهون في جروث. إذا شو معنى هذا لما يصير في هون جروث وهون في جروث؟ أول شغلة بحددها بقول إنه هون جرام نيجاتيف وهون كمان شو جرام نيجاتيف، لأن هذه البكتيريا هذه الميديا بتنميش فقط إلا مين؟ إلا الجرام نيجاتيف. اذرز اللي جرام بوزيتيف، في عندنا ماده اسمها بايل سولت والكريستال فايلت انهبيتس ذا جروث اوف جرام بوزيتيف. هلا اذا كانت هون الكولونيز بينك وهون كلرلس كلرلس، بقول انه هاي البكتيريا جرام نيجاتيف هي لاكتوز فيرمنتر، لاكتوز فيرمنتر، استخدمت اللاكتوز اللي موجود في الميديا، عملت فيرمنتيشن، طلعت اسيد، الكولونيز شو صار لونها؟ وردي بينك. لكن هون هاي جرام نيجاتيف بس ما عندهاش المقدره انها تستخدم اللاكتوز اللي موجود في الميديوم، فاذا هي نون لاكتوز فيرمنتر، نون لاكتوز فيرمنتر. فهي هون فرقت لي بين اللاكتوز فيرمنتر والنون لاكتوز فيرمنتر، عشان هيك سميناها سلكتيف للجرام نيجاتيف، وديفرنشال بتفرق بين اللاكتوز فيرمنتر والنان لاكتوز فيرمنتر. نشوف اذر تايبس